طيب، السلام عليكم جميعا. يمكن اللقاء بسيط واتوقع ما في حضور كثير، فممكن اليوم نختصر وممكن نبدا النقاشات، فافضل للجميع وللاستفاده للجميع. ونتوجه على طول على الموضوع اذا اي احد له احتكاك كبير في سوق الايجار او عنده بعض الاستفسارات ممكن نجاوب عليها، واتوقع انه بيكون في فائده اكبر بشكل كبير اكثر من اننا نمشي على عرض وعلى تسلسل ورود على بعض المحتوى ان شاء الله في العرض. طبعا العرض يمكن بشكل مبسط راح يحتوي تقريبا على اكثر من محور. اول شيء واقع قطاع الايجار قبل شبكه ايجار، بعدها القرارات التنظيميه اللي بنيت عليها الشبكه واللي اسست فيها تنظيمات الايجار، اثر الشبكه اليوم في واقع الايجار وكيف غيرت في الواقع، وخدمات منصه ايجار اليوم الحاليه وخدمات ذات القيمه المضافه اللي تخدم العمليه الايجاريه وتساعد فيها. وان شاء الله بيكون في عندنا استعراض شيء بسيط على التصور المستقبلي للمنصه وحنا وين رايحين. يمكن هذا الشيء الوحيد اللي نبدا نتطرق عليه بشكل زياده او بيكون فيه نقاش، لانه اليوم يمكن محور الورشه والاساس الورشه اللي هو الخدمات المستقبليه وين توجهين ان شاء الله في الخدمات في شبكه الايجار. طبعا في البدايه لما نجي نتكلم عن واقع شبكه الايجار او قبل شبكه الايجار، كان تقريبا 30% من القضايا اللي تدخل في المحاكم تخص القطاع الايجاري. 90% من القضايا هذه كانت تتعلق في قضايا الاجره. فبناء عليه لقينا في ضعف كبير في السوق العقاري بما يطل غيابات التنظيمات التي تضبط العمليه والالتزام بين الاطراف، ضياع الحقوق بين المستفيدين سواء مستاجر او مؤجر او حتى وسيط عقاري اذا دخل في العمليه، ضعف الالتزامات والاستغلال. طبعا كانت في ركاكه كبيره في العقود، فعقود كانت تنص فقط بسبب المؤجر، كانت بعضها تقريبا مبعق سنة قبل وبعضها بدون تعاقد في العرف والمعرفة. طبعا برضو أيضا اللي كان في شح كبير، كان في ضعف كبير في البيانات المتواجدة في لجميع الجهات، لجميع متخذين القرار أو اللي يرغب في اتخاذ قرار في العملية الإيجارية. طبعا هذه الأسباب هي اللي أدت أنه كان في كثير من النزاعات، كان في ضعف تقييم المخاطر للناس اللي بيستثمر واللي يتخذ قرار في التأجير، المماطلة والتلاعب من أطراف العملية الإيجارية سواء مؤجر بعدم قيام بالصيانة أو بالمستأجر بعدم سداد الأجرة، وهذه كان فيها أعباء كبيرة، تفاوت في الأسعار وارتفاعها، كان ما في هيكل للموضوع الأسعار، ما في معرفة للموضوع الأسعار، تستأجر شقة جنبها شقة ثانية تضعف الشقة الأولى، فكان في ضعف كبير في المعلومة. كان في صعوبة في الدعم، اليوم الجهات الحكومية اللي ترغب في الدعم سواء جهات حكومية أو ناس أفراد يرغبون في الدعم وتوفير معلومات الدعم، كان تضعف المعلومة، يجي يقول والله أنا عندي واحد ضعيف أدفع إيجاره، الناس يقومون بعملية الدعم، ما كانت في سهولة وتسيير الأعمال، وكان في غياب كبير للخدمات اللي متعلقة في العمليات الإيجارية أو العمليات العقارية بشكل كبير. طبعا بناء عليها طلعت تقريبا 5 قرارات تنظيميه تخدم الشبكه. اول قرار مجلس وزراء كان بانشاء الشبكه واسنادها لوزاره الاسكان. القرار الثاني كان في الزام الوسط العقاريين بتسجيل العقود الايجاريه او تسجيل العقود من خلال شبكه ايجار. ايضا في هذا القرار كان فيه الموافقه على موضوع دعم الايجار، لانه معروف انه مع اعتماد السند التنفيذي ومع اعتماد العقود الايجاريه راح يكون في اثر على المجتمع وعلى على الناس اللي يتاثرون في العمليه التنظيميه هذه. فبناء عليها طلع برضه قرار مجلس الوزراء اللي هو يدعم في او ببرنامج دعم المتعثرين ودعم من سداد الاجره. وطبعا تلدها كثير من القرارات اللي تعطي صلاحيات للشبكه او تعطي العقود اللي في الشبكه اليوم مقار السند التنفيذي، تربطها مع جهات حكوميه، عدم قيام اثارها او اثارها قضائيه من خلال اذا كان لم تسجل في الشبكه وخلاف ذلك. وطبعا اي واحد يبي يطلع يقدر يدخل شبكه ايجار يشوف كل الاقرار التنظيميه. طبعا ايجار كان فيها اكثر 8 اهداف رئيسيه
تخدم العمليه الايجاريه، واللي كنا نتطلع عليها انها تخدم للسوق الايجاري والسوق العقاري بشكل خصوص. طبعا اول شيء تنظيم قطاع الايجار كان من اهم الاهداف، انه ننظم قطاع من الايجار، وبرضه حق افضل الحقوق بين جميع اطراف العمليه الايجاريه سواء مستاجر او مؤجر او وسيط عقاري، تقليص النزاعات في القطاع العقاري والصراع التأجيري في الشكل الخصوص، تقليل المخاطر اللي تيجي من وراء الاستثمار في موضوع العقار، موضوع الاستئجار او موضوع هذا. فعندنا برضو كان في رفع كفاءة القطاع وتعزيزه، فان اليوم انا من تنظيم هذه لابد اني ارفع الكفاءة في القطاع اللي يخلي تقلل المخاطر على المستثمرين في الدخول في هذا القطاع، توطين العمل في القطاع وخلق فرص وظيفية كبيرة في العمل، توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل هذه. يمكن قبل إيجار المكاتب العقار أو هذا كان عنده دفتر عقود وسجل عقدك، هذا اللي قاله منظم، وفي ناس حتى من مجاة كتب له العقد. فكان من أهم الأشياء أن توفير أدوات إلكترونية. اليوم ندخل مكتب الوسط العقاري نشوفه 180 درجة مختلف عن السابق. أول كانت تيجي تلقى دفاتر وخزنة وراه، وهذا اليوم كلها تلاشت، هذه صار عنده جهاز كمبيوتر. ويمكن من الأشياء اللي صار فيها تحدي كبير صراحة في السوق العقاري، إنه وجدنا في كبير من الفئة اللي تشتغل في السوق العقاري فئة كبيرة في السن، صعب عليها التغير من التحول من النظام التقليدي للنظام الخدمات الإلكترونية. طبعاً تحقيق التكامل الرقمي من قطاعين، القطاع الحكومي والقطاع الخاص. هذا بشكل مبسط، يمكن ما نبي نتطرق على اليوم إيجار وين وصل. إيجار بدأ ب 140 ألف عقد في 2018 أول ما أطلقت الشبكة. أطلقت الشبكة في العقد السكني تقريباً 12 فبراير 2018، كان عندنا 140 ألف عقد كانت في خلال 2018. اليوم الحمد لله في السنة هذه يمكن حققنا تقريباً أكثر من 2,300,000 عقد. بعدها كان لو تشوفون في 2019 كان في إطلاق تجريبي للعقد التجاري، فكانت الأرقام تقريباً بسيطة في العقد التجاري في 2019. 2020 كان الإطلاق الرسمي للعقد التجاري. إلى اليوم وصلنا يمكن العام الماضي بس فقط في العقود التجارية تقريباً 470,000 عقد تجاري. اليوم في الشبكة تقريباً عندنا أكثر من 3 أو تقريباً حول 4 مليون مستخدم في الشبكة، من وسيط عقاري، من مستأجر، من مؤجر، وش اسمه، عندنا تقريباً حول أكثر من 6 مليون وحدة إيجارية. بشكل عام الشبكة تقريباً سجلت أكثر من 5.4 مليون عقد سكني وتجاري خلال العام الماضي. تقريباً هذا الرقم محدد شوي. القيمة موجودة؟ هذا أتوقع اليوم أو بكرة بيصل مليون، وصل مليون إن شاء الله. فالقبول من السوق العقاري وكيف الاختلاف فيه وكيف القبول كانت شيء محفز للجميع للعمل فيه. إحنا يمكن من الأشياء اللي كنا نستهدفها في خلال الأعوام السابقة إنه نكون قريب من وسط العقاري والمكاتب العقار بشكل عام. بعدها بدنا ندخل على المؤجرين والملاك والمستأجرين بشكل خصوص عشان نقدر نفهم أكثر منهم وكيف نقدر نحسن الإجراءات فيه. طبعاً إذا أي وسط عقاري يشتغل على شبكة إيجار خلال الفترة الماضية يمكن نعرف أبرز الخدمات اللي تقدمها الشبكة، وهذه تعتبر الخدمات الأساسية: توثيق العقود السكنية، توثيق العقود التجارية، تسجيل المكتبة الوساطة العقارية. في عندنا تسجيل حالة عقودية فقط إذا كان واحد من الأشخاص متأثر بعدم قبول القضايا الإيجارية في المحاكم، يستطيع تسجيل حالة تعاقدية إذا كان عنده عقد ورقي عشان لا تكون في تأثر للسوق العقاري للناس اللي ما توائمت مع إلزام الشبكة. خدمات الدفع الإلكتروني والدفعات الإيجارية، في عندنا خدمات كبيرة وعدد عمليات ضخم يدخل في الشبكة، فالشبكة تودي للمؤجر وسط العقاري. تمكين المستفيدين من إلغاء العقد من طرف واحد أو من طرفين، وإدارة العمليات العقود طبعاً بكل أشكالها. اليوم تسجل عقد انسى بعدها خلاص، كل شيء يجي المستأجر إشعار بالسداد، إشعار بالدفعة، حتى السداد يقدر يسدد من خلال شبكة. يبي يطلب إلغاء عقد يقدر يطلبه من خلال شبكة، ما يحتاج يكون في أي تواصل بين أطراف العملية الجارية، وتكون كلها من الشبكة، وهذا اللي ما يحمي حقوق الأطراف الثانية. فبكرة والله أنا قلت له سدد بس ما سدد، أنا قلت له والله
ألغي العقد بس ما ألغى هون، هالأشياء هذه هي اللي كانت فيها أثر كبير وكانت تسبب إشكاليات كبيرة تدخل في المحاكم والقضايا. طبعا يمكن العام الماضي 2022 بدينا نركز على كيف نخدم الرحلة التجارية. يمكن العام السابقة كنا نركز على كيف نسجل العقد نفسه وكيف نخدم الخدمات اللي متعلقة بالعقد. اليوم قعدنا يمكن العام الماضي بدينا نطلع بخدمات مختلفة اللي بعد التعاقد أو قبل التعاقد. فمن أبرزها كان عندنا خدمة التسليم والاستلام الإلكتروني. لقينا بعد التعاقد في جزء كبير يصير في خلافات مضمون أنه أنا استلمت الوحدة بالطريقة دي ولا سلمتها بالطريقة هذه، وكان فيه تدخل فيها مواضيع التأمين وما التأمين على الوحدة. فكان عندنا برضو إطلاق وحدة أحد الخدمات خدمات التسليم الإلكتروني، والحين إن شاء الله قريبا إن شاء الله مع الوساطة راح يكون فيه أتمتة للعملية وحفظ مبالغ التأمين والضمان من خلال الشبكة، وراح يكون فيها برضو ربطها بمراكز التحكيم إن شاء الله في الفترات الجاية. عندنا خدمة السلوك الإيجاري. خدمة السلوك الإيجاري يمكن الكثير اللي يشتغل في شبكة إيجار السنة الماضية بدي يشوف تقييم بعد ما يجي العقد، يسأله قيم المؤجر، قيم المستطاع العقاري، قيم هذا. فهذه أحد الخدمات. يمكن اليوم من المعلومات اللي ما كانت متوفرة سابقا الوسيط العقاري وتقييم، فاليوم تقريبا الحمد لله يمكن أكثر من عندنا أكثر من 20,000 وسيط عقاري اللي فعال على الشبكة عنده تقييم في الشبكة، وفي واحد عنده تقييم تقييمين ثلاثة جيد على السنة. بأخذها بشكل سريع وأنا ناوي أن أخلص الشرائح بشكل سريع عشان نبدأ نأخذ النقاشات إن شاء الله. طبعا أكثر من 20,000 وسيط عقاري عنده تقييم اليوم في الشبكة. عندنا برضو بدأ تقييم المؤجرين، وإن شاء الله قريبا إن شاء الله نطلع للمرحلة الثانية للسلوك الإيجاري، بيكون في تقييم في مرحلة العملية الإيجارية. فخلال التعاقد ذاك الوقت يكون عندي معلومة عن المستأجر وعن أثره وعن الوحدة الإيجارية وكيف تعامل الطرفين في التعاقد الإيجاري، وإن شاء الله بيكون فيها برضو مؤشرات للناس اللي يقدرون يطلعون. الهدف السامي من الخدمة يمكن نتطرق بعد شوي بس يمكن هنخلصه الحين دام فتحنا الموضوع. فبيكون عندنا بكرة تقدر خدمات تمكنك من الاستعلام عن المستأجر أو عن المؤجر قبل ما تتخذ القرار في العملية التأجيرية، سواء رأي الناس فيه، رأي المؤجر السابق، رأي هذا اللي هي كانت مفقود. يمكن المعلومة إذا عرفت منها اللي كان ساكن عنده قبل جبت المعلومة، غيرها انسى. دائما بيجيك بلبس زين خلاص، مدام جاك بلبس زين فنعرف إنه رجال طيب ولا. خدمة المؤشر الإيجاري طبعا أحد الخدمات. يمكن لو زرتوا ركن شركة برا كان تلقون المؤشر موجود فوق. فأحد الخدمات اللي طلعناها تقريبا في خلال العام تقريبا يحتوي على 4 مليون صفقة. اليوم تستطيع تدخل على الحي اللي تبي تعرف أسعار الوحدات سواء شقق، فلل، أدوار، هذا بخصوص السكني، وبخصوص التجاري برضو تقدر تعرف المحلات وسعر الأمتار فيها. وإن شاء الله هذا فيه توسع إن شاء الله كبير، بيكون أكثر وتفصيلي أكثر. اليوم برضو من بعض الخدمات اللي طلعناها بالمؤشر الإيجاري برضو الحد السعري. فأنا اليوم تدخل على حي معين تعرف الشقق في الحي المعين. يعني أول ما طلعنا من المتوسطات، بعدها اكتشفنا أن المتوسطات بعدها حالها ما تكفي، فالناس يبون يعرفون كم حد السعر من تبدأ من كذا إلى كذا. فبرضو طلعنا إن شاء الله موجود الآن في هذا، فتعرف مثلا شقة في حي المربع تبدأ أسعار الإيجارات من 10,000 إلى مثلا 40,000 أو 50,000، وهلما جرى على هذا. برضو حتى بالموضوع التجاري إن شاء الله قريبا راح يكون في برضو تحديد للسعر التجاري، فصير يعرف المتر من كذا يبدأ إلى كذا، لأنه في اختلافات معروفة من الشوارع الرئيسية بين الشوارع الداخلية في وسط الحي، فتختلف الأسعار من مكان لمكان. طبعا كان في عندنا أحد المبادرات، هي مبادرة مساعدة بسيط. يمكن اليوم أنتم وسطاء ما في اهتمام كبير بشكل المساعد البسيط. المساعد البسيط أحد الاهتمامات اللي فيه اللي هو اليوم إذا كان الوسيط العقاري عنده قل معرفة في طريقة تسجيل العقود، كيف
يدخل التعاقد، كيف أسوي التعاقد الفلاني، والله نتعاقد مع جهة ما عندها صك إلكتروني، كيف نتعامل معه. هذا أحد المبادرات اللي كان فيها تدريب كبير من مساعدين الوسطاء، ورحنا تقريبا للمرخصين من الهيئة ورخصنا عدد كبير من المساعدين الوسطاء، يمكن أنهم ما تذكرنا أرقام، يمكن حول عندنا حول تقريبا 20,000 تقريبا مساعد وسيط في جميع أنحاء المملكة، يستطيع أي وسيط عقاري يتواصل فيهم، وفي قوائمهم موجودة في الشبكة، يستطيع أي واحد يتواصل معهم يأخذ معلومات منهم، يقدرون يفيدونه ويعطونه، ويكون في فائدة متبادلة. حتى المساعد البسيط هذا فيه له دخل في حال تم تسجيل تعاقد من خلال مساعدته للوسيط العقاري نفسه، وإن شاء الله بيكون لهم خدمات كبيرة إن شاء الله في الفترات الجاية مع التكامل مع الوساطة العقارية. خدمة تسجيل عقود من خلال المنصات، هذه أحد الخدمات اللي أطلقناها تقريبا في منتصف العام. اليوم من خلال التكامل مع منصات إدارة الأملاك، منصات العقارية، يستطيع المكتب العقار أو الوسيط العقاري استخدام الأنظمة الخارجية بدون ما يرجع مرة ثانية في شبكة التجارة. فتستطيع تسجل عقدك مثلا من منصة عقار، أنت عندك نظام إدارة أملاك، في كثير من عدد نظام إدارة الأملاك اليوم الرابطة مع شبكة التجارة، يستطيع برضه من خلال النظام حق إدارة الأملاك هذا تسجيل في الشبكة دون ما تخلي مكتب العقار يدخل مرة ثانية ويدخل معلوماته. وهذه تفيد بشكل كبير للمكاتب العقار اليوم في حال إذا كانت عنده أنظمة مربوطة في أنظمة ERP أو أي أنظمة أخرى تساعده في العملية وتسجيل التعاقد، برضو تساعده بشكل كبير. خدمة تسويق الوحدات، هذه برضو خدمات اللي اطلقناها. اليوم عندك شاغر في الشبكة، عندك وحدة انتهى التعاقد، طلع المستاجر، تبي تسوقها من خلال شبكة إيجار، تقدر اليوم تختار الوحدة هذه لترغب في تسويقها وتفوجها لسكني. إن شاء الله في الفترة الجاية راح يكون في قنوات أكثر من سكني، وبرضه بتكون متطابقة مع نظام الوساطة، فما عاد تحتاج تدخل في العملية هذه من خلال شبكة إيجار، تفوج تسويق الوحدة اللي ترغب في تسويقها، راح تروح للمنصة اللي تبغاها إن شاء الله. الفترة الجاية بيكون عندنا عدد كبير من المنصات تقدر تفوجها من خلال شبكة إيجار بدون ما يحتاج تدخل مرة ثانية للشبكة الثانية وتدخل معلومات من جديد. طبعا خدمة ضمان الإيراد، هذه للناس اللي يدخلون في الاستثمار. اليوم احنا رابطين مع بنوك ووفرنا خدمات للبنوك، يستطيع البنك اليوم يضمن إيراد الوحدة الإيجارية ويعطيك تمويل آخر للوحدات جديدة أو لتمويل الشخص شيء آخر. اليوم هذه الخدمة تدعم البنوك اليوم بأنه يكون تقلل مخاطر الاستثمار للبنك اللي تخليه تدعمه ويمول الشبكات الشركات أو الأفراد. خدمة نقل الفواتير والخدمات برضو أحد الخدمات اللي طلعنا فيها، هي تنقل اليوم من خلال تسجيلك التعاقد في شبكة تجار، تحط رقم عداد المياه، رقم عداد الكهرباء، ويتم نقله مباشرة للمستفيد بدون أي تدخل، مع أتمتة ومع ربط إلكتروني مع شركة الكهرباء ومع شركة المياه. وبعدها انسى موضوع الفواتير لين ينتهي التعاقد، لا انتهى التعاقد ما تدخل في الخلافات المتعلقة في فواتير موية والكهرباء. طبعا هذه يمكن خارطة الطريق في الفترة الجاية. اليوم واحدة من الخدمات اللي راح نشتغل عليها ان شاء الله في الفترة الجاية هي إمكانية التعديل على العقود بعد إبرامها. يمكن كثير من الناس يسجل عقد بعد فترة يتغير أو يبي يضيف شيء معين، يبي يغير بعض البيانات اللي في التعاقد، راح بيكون عندنا خدمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله تمكن المستفيدين من تعديل البيانات العقد. والله أنت غيرت الأجرة واتفقتوا، بيروح العقد مرة ثانية للتوثيق بين الطرفين ووافقون عليه بدون ما يحتاج يبرم عقد جديد. ذلك لا تدخل في الخلافات إن والله أحتاج ألغي التعاقد، بعدين ممكن يجي مستاجر ما يسجل العقد من جديد أو ما يوافق عليه فتدخل في خلاف. ما أو العكس، ممكن المؤجر اتفق مع المستاجر إنه ينقص الإيجار بعدين ما بعدنا خلص يروح ينفذ عليه في إلغاء التعاقد. طبعا تفاصيل تقارير تفصيلية للمؤشر الإيجاري راح إن شاء الله بيكون في خدمات تعطيك تفاصيل تقريرية أو تقارير تفصيلية عن المؤشر، كيف سعر الإيجارات في المكان الفلاني، كيف تغير هالشارع الفلاني أو الزون الفلاني، كم قيمة الإيجارات، عشان تقدر تتعرف على أكثر وتكون محفز لك في موضوع الاستثمار
إذا كنت ترغب فيه. كله تجاري وسكن. كل الفكرة من اليوم الهم المؤشر يحتوي على التجاري والسكن، يمكن مؤشرات بشكل أساسي بس ما هي بتفصيلية. يعني أنت تعرف على الحي، على مستوى الحي، بس ما تعرف مثلا على طريق العلية كم. تعرف تبي تعرف العلية في المرب في ال في ال في ال في ال شو اسمه شارع العلية في مثلا المروج. فهل هالزون ذا تحتاج تقارير تفصيلية؟ كم سعر المكاتب وكم سعر مدري ايش؟ هل الناس يطلعون ولا يدخلون؟ هذه الفكرة فيه. فبيكون إن شاء الله في عندنا تقارير تفصيلية إن شاء الله في الفترة الجاية. طبعا خدمة استعلام على السوق الجاري يمكن تطرقت عليها قبل شوي، اللي بتمكن المستفيدين من استعلام عن حالة الوحدة، استعلام عن المستأجر، استعلام عن المؤجر في حال أو قبل اتخاذ القرار في العملية التأجيرية. بيكون عندنا برضو خدمات برضو تقارير تفصيلية للوسط العقاريين. يمكن كثير من الوسط العقاريين بعد فترة من العمل على النظام تعود على النظام وصار ما عاد يحط له أرشيف ولا يحط هذا. فاليوم واحدة من الأشياء اللي نشتغل عليها نمكن الوسيط إنه باستغلال المعلومات الموجودة. أنت جيت عندك 500 عقد، تبي تعرف وش العقود اللي انتهت وش اللي باقي وش المستأجرين طلعوا. فبيكون في عندنا إن شاء الله خدمات برضو تحفز المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، يقدر يستخرج البيانات، يقدر يعرف وش اللي صار، وش اللي انتهت الدفعات، وش اللي باقي من الدفعات، عشان يسهل له التعامل. عندنا بتكون خدمات تكاملية لأنظمة الجهات الخارجية. اليوم طلعنا بأول خدمة اللي هي تسجيل العقود، وإن شاء الله بيكون في عندنا خدمات متكاملة كبيرة. اليوم ما تهدف الشبكة أنها توفر الخدمات للمستفيدين، اليوم تستهدف الشبكة أنها تكون هي المركز حق رصد البيانات. فاليوم ممكن شركات تطوير عقارية أو شركات بروتك اللي إذا أحد حضر من ندوات الخارجية، فالبوبتك شغال كبير وقاعد يتطور بشكل كبير. فهو ممكن يحسن كثير تجربة المستخدم، كيف يستخدمون الأنظمة، كيف ترابطها مع أنظمة مختلفة اللي ما لها علاقة بالعملية الجارية. فاليوم حنا بنمكن كل خدماتنا إن شاء الله في الفترات المستقبلية تكون خدماتنا للأنظمة هذه، والأنظمة هذه تبدأ تطور بشكل مختلف على حسب احتياجات المكتب العقاري، عشان ما تكون تنحرجر فقط في عملية تأجيرية، تكون في جميع التعاملات. طبعا بيكون عندنا إن شاء الله قنوات إضافية للدفع. اليوم عندنا سداد ومدى، وإن شاء الله في الفترات الجاية راح يكون عندنا أبل باي وعندنا الفيزا والماستر كارد. أحد الأشياء اللي شغالين عليها وإن شاء الله راح يكون في إطلاق قريب إن شاء الله لها، أو اللي هو العقود السكنية النسخة الثانية. فواحدة من الأشياء اللي شغالين عليها إنه اليوم طلعنا بالعقد السكني الآن تقريبا بيكمل 5 سنوات. العقد السكني فيه احتياجات كثيرة، فيه تغيرات جديدة، فيه احتياجات في السوق كثيرة على العقود السكنية. أخذناها بعين الاعتبار، دخلناها بالعقد السكني. إن شاء الله عقد السكني جديد إن شاء الله بيشوف النور قريب، وبنطلع بنسخة ثانية للعقد السكني، وبعدها إن شاء الله بنبدأ في العقد التجاري. العقود التجارية اليوم لما نكبر نطاقها، لما نخليها أوسع، بحيث أن الناس تستفيد أكثر من العقود الموحدة بدون ما تروح للعقود غير موحدة. خدمة تقبيل العقود، بكرة أنت قبلت المحل، طلعت المستأجر راح مستأجر ثاني، بس تبي التعاقد نفسه في العملية فتقدر تقبل العقود. طبعا بتستهدف هي العقود التجارية لأنها غالبا تمشي على العقود التجارية. طبعا خدمة تسليم الإسلام ومن خلال الوسيط العقاري والوحدات التجارية والفحص الفني. برضو بيكون في خدمات للمتعلق بالتسليم والاستلام. أحد الخدمات ممكن تطلب فاحص، الفاحص هذا يروح يزور ويفحص الوحدة بحيث أن يكون في تقرير تفصيلي عليها، يمكن أكثر من يكون باستخدامها في عمليات السكنية اللي والله خايف على الوحدة حقته إنه ما تكون فيها أي إشكالية بكرة لو طلع المستأجر. هذا بشكل عام عن أبرز الأشياء اللي شغالين عليها قريب أو إن شاء الله بتشوف النور إن شاء الله قريب. واليوم ودي أسمع منكم، اللي عنده أي استفسار، اللي عنده أي شيء. بركة سهل صفح. السلام عليكم. الله يقويكم مهندس زياد. استفساري بالنسبة للسلوك الإيجاري، تكلمت عن جزئية التقييم، هل مقصدك المقيم العقاري أو وش المعيار حق التقييم مقصدك؟ لا، احنا اليوم التقييم تقييم شو اسمه تقييم التعامل.
اليوم احد الاشياء اللي شغالين في المؤشره اللي اليوم قاعده تحصر اللي هم بعد ما يسجل التعاقد يكون فيه تقييم من الاطراف العامية الجاريه سواء مستاجر او مؤجر او مستثمر عقاري. تقييم اداء يعني تكلم تقييم اداء والتعاقد كي بي ايز يعني لا يعني شوف لو ابسطها مثلا شوف بوكينج انت بعد ما تخلص فندق تجي تقول والله كيف تجربه الشخص كيف هذا كيف تجربه الحي اليوم طلعنا في تسجيل التعاقد اللي هو في اول عمليه تصير في ايجار في بعض الفتره الجايه راح يكون في تقييم في خلال التعاقد وانتهاء من التعاقد هذه واحده من الاطراف وبرضه راح يكون في تقييم من خلال الشبكه نفسها يعني الشبكه نفسها بتقيم اداء الاطراف يعني انا اليوم انا اعرف الماليه كيف قاعد يسدد ولا ما يسدد اعرف الوسيط العقاري هل يدخل المعلومات ولا ما يدخلها هل الوسيط العقاري يتعامل مع اكثر من واحد المؤجر نفسه هل يتعامل مع اكثر من واحد هذه كلها بعض الاشياء اللي ممكن نقدر نطلعها ك تقييمات للاطراف اللي ممكن الشخص اللي يرغب فيها ويرغب استعلام عنها نقدر نعطيه اياه ونوفر له حوكمه كامله يعني. طبعا مهما كان بيكون فيها لابد موافقة الطرف الثاني على إفشاء المعلومة فهذه برضو محفوظة بعين الاعتبار طيب آخر سؤال ضمان إرادة البنوك مقصدك اتفاقية أنت كما بنك أو هذه مبل للبابلك هذه خدمة للبنوك خدمة نقدمها للبنوك اليوم تروح للبنك طب أنا كونسلتنت أنا يعني في تتعامل مع البنك ممكن أدخل ك إيه الحين يصير البنك أنت تقدر تروح للبنك نفسه تروح للبنك نفسه وتطلب تمويل البنك نفسه صار عنده رغبة إنه يمولك على ضمان الإيرادات اللي تجني من عقارات حقتك وضحت فأنا أملك عمارة وعندي تقريبا إيجارات 300-400 ألف اليوم لو أروح البنك وأقول له أنا عندي إيجارات 300-400 ألف يقول لي لا ما يشوفه راتبك تعرف راتب مدري ويش ما يشوف الجزئيه دي فاليوم واحده من الخدمات اللي قدمناها للبنوك اللي هو اني اوفر هالمعلومه حتى البنك بكره لو دخلت الايجارات يضمنها انها تدخل في حساب معين اللي هو مثلا يستقطع منه مبلغ القرض او مبلغ هذا اللي يحفز انه وش البنك مره ثانيه يبدا يمولك على العقار الاول بكره يمولك على عقار ثاني بعد يمولك على عقار ثالث وتقدر حتى انت تتوسع تستقرض قرض ثاني وثالث بكره من عندك عقار تشوف عندك 10 عقارات السلام عليكم باشمهندس شكرا لك عندي باختصار هي 4 مواضيع بس ان شاء الله سريعه بالنسبه لموضوع التامين على نظام الهيئه الجديد ونظام الرسوم تعرف التامين الحين مفترض ان احنا كوسط عقاريين ما حنستلمه طيب انا مضطر اني اسجله في العقد ايش الاليه اللي مفترض حتكون موجوده خصوصا ان الان احنا بدينا في نظام الهيئه الجديد صحيح اليوم بيستمر بنفس العمل ان شاء الله قريبا يكون في خدمه من الشبكه من يوم ما تدخل مبلغ التامين راح يروح الفاتوره راح تروح مع الموافقه فاتوره للمستاجر يدفعها من يوم ما يدفعها خلاص يحفظ المبلغ في الشبكه توثق العقد حفظ إلين ينتهي التعاقد لأن انتهى التعاقد بيكون في عملية طبعا مع الحفظ هذا بيكون عملية تسليم استلام الوحدة فبيكون اللي هو تعبئة نموذج التسليم حق الوحدة عب النموذج قالوا تمام ولا ملاحظات حط الملاحظات بكرة لا جيت سلمت يرجع للتسليم للاستلام فبيكون بهذا وهذا اللي بيكون اللي هو فك التأمين فيصير بعدها يقول والله أنا أمنت دفعت 3000 ريال تأمين على الوحدة 3000 ريال والله اتفقوا الطرفين إنه والله يخصم 1500 ترجع للمستأجر يصير من خلال الشبكة تقوم بعملية التحويل للمستفيد اللي هو مالك العقار وللمستأجر من خلال الشبكة ممتاز يعني البروسيس حيكون ما بين المؤجر والمستأجر ما الوسط العقاري بس فقط إدخال الوسط العقاري بالضبط إذا كان إدارة أملاك أو كان هو المؤجر في الوقت طيب بالنسبة لرسوم العقد ما زالت إلى الحين موجودة على 2.5% مع العلم من الهيئة أتاحت النسبة أنها تكون أعلى أو أقل فهل تحدث في النظام حتحدثونها؟ هذه إن شاء الله بتتحدث على هذا هذه لأنها بتكون على 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 موضوع الاتفاقية الوساطة فالاتفاقية الوساطة إذا كان في اتفاق بين المستأجر بين المؤجر والوسيط العقاري على اختلاف الرقم يصير ذاك الوقت في اتفاق وموافقة عليه
طيب الموضوع اللي هو الاستلام والتسليم ودنا انه يربط مع ايجار او ايجار يروح مع سكني بحيث ان يكون المنصه واحده. اليوم اللي عن المالك ان منصه سكني وهنا منصه ايجار ان شاء الله. هذه الشيء من الاشياء اللي يمكن اللي مع التامين ان شاء الله بتكون اول مرحله بتكون من خلال الشبكه، وبعدها يمكن من الاشياء اللي قاعدين نشتغل عليها انه يكون البروفايل كامل حق المستاجر المؤجر يكون كله من خلال سكني، خلاص يصير ما حد يدخل على الشبكه، يصير الشبكه فقط متقتصره على الوسط العقاري ما تكون للاطراف الامنيه. ويمكن هذه واحده الخدمات اللي بتكون ان شاء الله تفعل ان شاء الله. طيب الاخير ومعلش علي طاله، النظام التوطين اللي احنا نعرفه في جار المفترض انه 100%. اليوم في السوق احنا لا احنا على قولتهم نص مواطن ونص ما عنده توطين، فهل في تحديثات جديده ممكن احنا كشركات عقاريه ان نرجع نضيف الغير سعوديين؟ هذه صراحه ما اقدر اجاوبك عليها. اليوم يمكن في التنظيمات نظام الوساطه العقاريه ما يمكن تغير الموضوع ده، وفيه تعديلات على الموضوع ده ما اقدر افيدك اليوم، بس بتشوف بالفتره الجايه بيكون بيوضح مع نظام الوساطه. السلام عليكم. عليكم السلام. في البداية أحب أشكركم على نظام إيجار بصراحة حل المشكلة بين المالك والمستأجر، وكنا زمان نعاني مشاكل كتيرة فيها قبل ما نظام إيجار حلها مشكلة إيجار جديد. بس عندي استفسار بس، وبصراحة بالنسبة للفاتورة الإلكترونية ليه ما ينضفش عليها الكيو آر كود بحيث إن زي العقود التجارية إنها تحول مباشرة على نظام الزكاة والدخل، ويقدر يستخدمها المالك في التقارير بتاعت الزكوية؟ لأن يعني بصراحة أنا مستغرب في الموضوع ده، ليه إن الفاتورة تطلع بس ليه معلش كيو آر كود ينضاف للزكاة والدخل؟ اليوم الشبكة رابطة مع هيئة الزكاة والدخل، فأي شيء متعلق فيه فعلى طول رابط. اليوم رسوم الشبكة هي رسوم حكومية ما عليها أي ضريبة ولا تدخل في موضوع الضرائب. أما ما يتعلق بالدفعات الإيجارية وهذه كلها تتزود لهيئة الزكاة والضريبة، فما في أي حاجة لا مش ده اللي أنا أقصده. أنا كمالك أو ممثل مالك، تمام، أنا بقدم الإقرار السنوي والكوارتر بتاعي، فبيجي أقدم الفاتورة بتاعتي، لا مطلوب نظام فاتورة إلكترونية. أنا ليه ما أقدرش، أنا دلوقتي ما أنا عندي نظام إيجار ونظام واحد وأونلاين مفتوح، ليه ما أقدرش أستخدم الفاتورة دي في النظام في الإقرار الزكوي؟ المستأجر بيطالبني بفاتورة تانية زكوية محاسبية غير الفاتورة، طب أنا عندي فاتورة، ليه نظام إيجار ما يضيفليش الكيو آر كود وأقدر أستخدمها في الحالة دي؟ الفاتورة الوحيدة اللي تحتاجها هي فاتورة السعي. لا، الآن أحتاج فاتورة الدفعات الإيجارية. الدفعات اللي ملزم فيها المؤجر. أيوة. فاتورة من نظام محاسبي. الآن أعطيه الفاتورة بتاعت إيجاري ولا لا مش معتمدة؟ أنا عايز فاتورة عليها كيو آر كود معتمدة. هذا اللي أنا بتكلم فيه، ليه الكيو آر كود ما ينضافش على الفاتورة؟ على العقد قصدك ولا على فاتوره الدفعات؟ فاتوره الدفعات. ايه ممكن نشوفها. يمكن احد الاشياء اللي متمتينا احنا مع هيئه الزكاه اليوم كل الاقراض الضريبي الاول معلومات الضريبه القيمه المضافه، الضريبه القيمه المضافه كلها تتحول لهيئه الزكاه والضريبه. فاليوم احد الاشياء اللي طلعت الكود من هيئه الزكاه والضريبه هو موضوع انه هل المعلومه دي من موجوده عندهم، عشان كذا يحتاج الكيو آر كود. فاليوم هذه من الأشياء اللي موجودة عندهم، وكان حتى مع مراجعة مع هيئة الزكاة والضريبة إنه ما نحتاج إنه نضع أي باركود، خلاص العقود الإيجارية دام فيها أتمتة ما نحتاج.